السلام عليكم حبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبالف خير يا ربي. تعطلت عليكم الاسباب، الظروف احكام، الاسباب صحيه وداكشي، ولكن رجعت معكم بواحد الطاجين اللي لا جربوه ما ينساش كاع، وعيدعي معايا. هو الطاجين كيف كتشوفوا عندي اللحم ديال البيبي، ها انتوما مغسول مزيان الفخد. المهم نتوما تقدروا ديروا اي جهه ديال البيبي. انا غسلته مزيان بالخل وبسكنجبير وبالملحه، غسلته مزيان ومن بعد عاودته بالحامض وبالملحه يعني، ومن بعد يتغسل مزيان بالماء ويخليوه يستقطر. خاص ضروري الدجاج عندك وبيبي والحوت، كنصحكم يعني انه يستقطر مزيان 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 لواحد الدرجه ما كتصورش، باش كيجي زوين وما كيجيناش مارشي شويه. المهم غنبداو على بركه الله، غنتعرفوا على الاول على المقادير ديال اللي غنطيب بهم بيبي، ولكن من بعد بقاو مع الفيديو غتعرفوا المفاجاه باش غنخضروا. صافي، يعني غنخضروا بواحد التخضيره شويه الناس بزاف ما كيديروهاش، ولكن زوينه وصحيه بزاف. المهم عندنا واحد معلقه صغيره ديال القرفه، يعني ملي كنقول معلقه، معلقه ديال ديك قهوه كحله اللي كتكون صغيره. عندنا معلقه كبيره ديال، ماشي كبيره، صغيره حتى هي، ولكن من هذوك ديال الخرقوم البلدي، سكينجبير، الابزار، الابزار عفوا، معلقه، والقزبر، والقزبر، وعندنا الخرقوم، الخرقوم انا غنقرب لكم شويه، ولكن ملي غندير، ملي غنبدا ندير المقا هذا راه غتشوفوا هذا. وعندنا شويه الربيع، الربيع مع مع الثومه مطحون. المهم غنبدا بالربيع هو الاول، ها نتوما هذا الربيع. غنبدا بالقزبر، القزبر مطحون، القزبر زوين زوين بزيان، بخصوص الناس اللي كي عندهم القبض، الناس اللي عندهم القبض راه زوين ليهم القزبر. وطبيعه الحال ما عنساش الملحه، معلقه الملحه ها هي. انا هاد المعلقه اللي درت ديال نص، هاد المعلقه اللي درت ديال القرفه، ومعلقه ديال السكينجبير. غنديروا السكينجبير، غندير الابزار كيف كتشوفوا، غنحاول نجمع هاد الشيء، وغندير الخرقوم، خرقوم البلدي، غندير القرفه، وغندير الزعفران. غنحاول نسخنه، المهم غنشعل هادي، غنسخنوا، غنسخنوا عاد عاد نديرو. من بعد ما سخنت هاد ها نتوما عشعيرات ديال الخرقوم، غنديرو هكا وغنديرلو هكا. صافي صافي، دابا غندير واحد، ما عنديش هاد ديال الماء كامل، لا غندير عن نص ديالو، نتوما تشوفوا، باش غنخليه تشرمل وغنرجع معكم من بعد. غنخليه واحد ساعتين هكاك، انا ما بغيتش نديرو البارح يتشرمل، قلت ها نتوما انا ما درتش الماء كامل، حيدت واحد شويه. من بعد تعرفوا علاش درت هاد الماء وعلاش الا. المهم ها نتوما غنخليه يتشرمل هكايا واحد ساعتين، وغنرجع معاكم بما تشرمل وخد داك اللويم ديال الخرقوم هكا، وغنرجع معاكم. المهم ما تمشيو فين، بقاو حتى لاخر الفيديو ونرجع معاكم. كوم ها نتوما كتشوفوا تشرمل لينا هذا مزيان. اليوم غنخضروا، المفاجاه هي البسباس وهاد البصيله صغيره، هانتوما كتشوفوا هاد البصيله الحمراء، هاد الخضاريه نقرب لكم شويه، والزبيب اللي غسلته مزيان 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 ودرته في الماء باش كيرطب. المهم نبداو على بركه الله. اول حاجه، المهم كيف كنقول لكم ديما، هاد الشيء ديالي انا، يعني كندير الخل بالنسبه اللي ما يكونش، بالنسبه للدجاج ولا الفراخ اللي ما كيكونوش فيهم الثومه، كيكونوا بحال معسلي، كندير فيهم الخل، كندير فيهم الخل. يعني كيفاش كندير فيهم الخل؟ بحال الدجاج، يعني غندير شويه الخل هنا كيتحرق هكا،
هكا راه كيف شتوني مازال ما درت لا زيت لا والو. كندير الخل شويه يتحرق وكندير فيه شويه مليحه، يعني ماشي بزاف لان درت الملحه تما، كندير فيها هكا مليحه. وعندير فيه طريفات، طريفات ديال بيبي، ها نتوما كيف كتشوفوا غنديرهم هكا كيتحرقوا، عاد كندير الزيت. ها كنديرهم على هذا الشكل هكا. نتوما راه تقدروا ديروها التعطيره نهار قبل، راه مزيانه بزاف. لحقاش هذا الخل، هذا الخل عايد تحرق، ومني عايد تحرق ما يبقاش يبان كاع. كنغطي هكا كنخليه شويه يتحرق مع الدجاج قبل ما ندير له بصله، قبل ما ندير له هذا. وعنشد هاد العطريه، غندير فيها البسباس والبصيله باش يشربوا العطريه، لان بزاف الناس ملي كتدير هكا هي كتبقى تستف الخضره، ولكن كتكون بلا تشرموله. نتوما كتعرفوا البسباس فيه الفيتامينات بزاف بزاف، اصلا هو زوين البسباس. ها نتوما هنا اربع خطات ما كيكونش، هنا الناس الاسبان راه كيديروه في الصوبه. وكنخليه غنخليه باش 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 يتشرملو مع المريق، وغنرجعو لهذا. المهم غنخليه هو والثومه هكايا، غنقربو هانتوما كيف كتشوفو. يعني كيتحرق شويه كيتعاف الخل، هانتوما غير باش كتحيد كان شي زفوريه كتحيد الخل كيتحرق. كيف ما كان الخل عندكم، انا نقولها لكم كيف ما كان الخل عندكم كيتحرق الخل. ها نتوما وكيرخيت هذاك الماء ما كان عيرخيه. ها صافي كنبقاو على هذا الشكل هكايا باش كيعطينا واحد سميتو. كنخليه كنقطع البصيله ديالي اللي عاد تشحر معاه، كنقطعها على هذا الشكل، هذه البصيله هكا غير بصيله وحده. نحاول نديرها رقيقه هكا، كنخليوه حتى كيتحيد كيتحيد الماء ويتحيد الخل ويتحيد كلشي. ها انتم صافي كنقطع انايا واحد الراس ديال الثومه على هذه الطريقه، غلاد مع الخل كيبقى. نسيت ما درتوش في الاول، دابا غنشف. دابا ندير الزيت، دابا ندير الزيت ندير الزيت هكا هكايا، زيت بلديه. اللي عنده زيت ارغان يقدر يطيب بها حتى هي ساخنه. صافي وكنغطيه، كنغطيه واحد شويه وكنقص منه وكنخليه يتشحر. وفي نفس الوقت غنرجع لهذا، غنحركها شي شويه باش تشرب هذاك العطريه كامله تشربها. ها انتم اللي لتحت عرضوا الفوق، لانه هو انتم عارفين وشو انتم هو تحل، يعني كيدخل كلشي داكشي فيه لداخل. غنخليه واحد شويه، اش غنقول لكم، غنخليه واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق يشرب لي داك القيمه مزيان وداك المليحه، ومن بعد ارجع معكم. كتشوفوا تشحر لينا شي شويه اللحم ديالنا ديال بيبي. دابا غنستفوا الخضره، غنستفوها على هاد الطريقه. غندير هادي هنا الوسط، غندير هادي الوسط، غندير هادي هنا، غندير هادي هنا هكا. طاجين صغير،
ولكن ما معليش هكا نديرو هكا على هاد الطريقة هكا. والبصيلة من طبيعة الحال انتم كتشوفوا بصيلة هانتم بصيلة غنفرقها على هذا الشكل البصيلة هانتم هكا حتى هي غنستفها غنستفها بحال هكا هكا. وكيف كتشوفوا دابا داك الكويس ديال العطريه ها نتوما غنكبو هكا في الوسط غنكبو فوق الخضيره ها باش يجي كلشي مشرمل كلشي هكا هكا ها نتوما صافي. ومن بعد ندير الزبيب طبيعة الحال اللي غسلته ها نتوما يا ها هو غنديرو هكا صافي. وغنقص من الطاجين ديالي وغنخليه يطيب وتا من بعد نرجع معاكم صافي. غنغطيه وباش يطيب ليا دغيا غنوريكم واحد الطريقه ديروها له. راه فايت درتها معاكم في الطاجين بابيل ديال الزبده غنشوف بابيل ديال الزبده راه عندي انايا هاد البابيل ديال الزبدة غنديرو هاد الطريقة ولكن بلا ما يتحرق عندك خديو معاه وصافي هاك الجناب ديالو هاك اش غنديرو له بلاش انا نوريكم الطريقه الصحيحه اللي فايت درتها معاكم ديروا هاد الطريقه ما بغيتوه يطيب لكم بحال هذا هاك باش خلو عي الجناب هاكا خارجين باش ما يدخلش ليكم اليد النفس هاك بحالك صافي. وغتخليوه يطيب على خاطرو تنقصوا منه ومن بعد نرجع معاكم باش تشوفوا الطاجين ديالنا. شوفوا طايب شوفوا البصيله كيفاش جات شوفوا اللحم هنا ها نتوما زبده عينقصوا منه وغطيوه بواحد بهذاك بابيل ديال الزبده ديال المطبخ كيجي بحال طيب في الطاجين. نتمنى تجربوه والبسباس كيعطي واحد المذاق كيجي ناشف وتردوا عليا الخبار وخليتكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. شكرا لكم بزاف وشكرا للمتتبعه تاعي وما تنساونيش بلايك ديالكم وبتعاليق ديالكم الزوينه ونتمنى تجربوا الطاجين. خليتكم على خير.